ويكفي له النصر ويكفي له الوحش الزياده. لذلك الحق هو الحق وليس الدافع. لو انت قصه او تحكي قصه حقيقيه او غير حقيقي الحدث لو هتقول لها اي انسان وواحد ثالث انسان تحكي غير ذلك ولا تنقص. ليه؟ لانه هذا الوحش في حياته الزياده حاجه محظوره حاجه وحشه ومحظوره الزياده. انما القائل او الجاهل ليس له وحش في الزياده فممكن يتزوج وممكن يتنقص. ليه؟ ليس له وحش في الزياده ولا في الخيال. طيب الحقوق كثيره في القران وفي السنه. طب سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما هي الحقوق؟ وأولى هذه الحقوق أولا حق الله تعالى على العباد حق ربنا عليه وحقا عند ربنا أو حقا عند ربنا ولك هي حق عند الله. سنة النبي هذا الحق وأنا للحق دي مش حاجة يعني لا توافقت من الله تعالى عليك أن يجعل لك حق الهمة فرض من ربنا ومنة من الله تعالى أن يجعل لك حق الهمة. ليه ما ليش عنده حاجة؟ هو لا يسأل عما يفعل ولا يسألون. طب ربنا لما جعل حق عنده تفرقت من الله تعالى او عنه. طيب ايه حق عند ربنا وحق ربنا عليه؟ سيدنا معاذ بن جبل كان لا يخاف من النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت واقفا لي فريق الدلال كان في النبي وكان من حكمته في التعويض صلى الله عليه وسلم يجيب عن اسلوب التلاميذ فتسلوب التجنيد يشاور الامر. فقال التلاميذ لسيدنا معاذ سيدنا معاذ خالد بن مالك قال يا معاذ اتدري ما حق الله تعالى على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت يا رسول الله فالله يقول احد. تعلمت انا عرفت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الاستقبال عند سيدنا معاذ يجعله تشكيل عشان المسلمين يعملوا نسبه. ثم صار النبي ساعه بعد ما قال حق الله حق الله على العباد حق العباد على الله ثم صار النبي ساعه وقال يا معاذ قال سيدنا معاذ لقيت يا رسول الله قال حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يبقى حتى ربنا عليك ايه؟ تقول اعبدوا لان العباده لله هي الغايه التي من اجلها خلق الله تعالى جن وانس. انها من خلقك والغايه من خلقك هي العباده لله. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. يبقى حق ربنا عليك ايه؟ تعبدون. طيب واحنا يا رسول الله على ربنا وسمع حتى ان يحرقون وقال النبي ساعه كم ساعه وقال حق العباد على الله ان لا يعزيهم. فلما ضعفت عملت وجدت ان اشرف مقام يوميا ان تكون عبدا لله يونس اشرف مقام يوميا ان تكون عبدا لله. فتبسم سيدنا معاذ وقال يا رسول الله الا اشير الناس اتشاور بكتابي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم فيبتلي لا تبشرهم فيبتلي. يعني لو جينا يا جماعه كتير فكانت الى الله تعالى هيجي حقها بس لما يبقى ان تعبد الله حقا لله واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. سيدنا صلى الله عليه وسلم
60 وسبعة فاطمة يا فاطمة اعلني فإني لا تغني إليك من الله شيئا. وهي تجنيني لتسلم صلى الله عليه وسلم عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلت لي ما لم تقرا وكل الخطابين الذين يريدون قدر الله لا يمكن.